أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص وقنابل الغاز على متظاهرين فلسطينيين في بلدة بيتا جنوب نابلس، وأفادت طواقم الهلال الأحمر أنها تعاملت مع أكثر من 50 إصابة خلال المواجهات التي اندلعت بعد قمع الاحتلال المتظاهرين. وأغلق جيش الاحتلال مداخل بيتا ومخارجها، وهو ما اضطر طواقم الإسعاف إلى إنشاء مشفى ميداني في البلدة التي تنشط فيها المظاهرات منذ أكثر من شهر، احتجاجا على إنشاء بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين. سالت دموع كثيرة بالغاز، ومنذ شهر ونصف سالت دماء غزيرة لشهداء ومصابين في مظاهرات بيتا المستمرة ضد إقامة بؤرة استيطانية في جبال البلدة. أخذوا أراضينا، أراضي بيتا، وساووا مستوطنة وبحماية الجيش والجرافات والجنود، مئات الجنود أو آلاف الجنود. حاصر جيش الاحتلال بلدة المظاهرات بيتا، أغلق مداخلها بالحواجز العسكرية والكتل الإسمنتية، أمر دفع طواقم الإسعاف إلى إنشاء مستشفى ميداني في إحدى مدارس البلدة. شكلنا المستشفى الميداني بسبب قطع الاحتلال للطرق المؤدية إلى قرية بيتا ووجود إصابات كبيرة، وهذا يعيق عملنا بسبب إغلاق الطرق. ساعات طويلة لم تتوقف فيها سيارات الإسعاف عن نقل المصابين بالرصاص المطاطي والغاز المدمع. المسعفون ذاتهم تعرضوا للقمع المباشر، وكذلك طواقم الإعلام. خلال شهر قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 من أبناء بلدة بيتا، بينهم طفلان. يقول الناس هنا إن الاحتلال يقتل كي يخيف المتظاهرين، لكن في الواقع كلما زاد القمع والقتل تزداد حدة المواجهات. من بلدة بيتا جنوب نابلس، عميد شحادي، العربي. وفي القدس، قمعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي وقفة داخل المسجد الأقصى تنديدا بإساءة المستوطنين الإسرائيليين للنبي محمد وشتمه خلال مسيرة المستوطنين الثلاثاء الماضي. وأصيب 9 فلسطينيين بالرصاص المعدني والقنابل الصوتية، من بينهم صحفيتان، واعتقلت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 3 فلسطينيين. نظم أهالي قرية لفتة المهجرة بالقدس فعالية لتأكيد حقهم في العودة، وجاءت هذه الفعالية رفضا لمخطط إسرائيلي لهدم ما تبقى من منازل في القرية وبناء نحو 270 وحدة استيطانية مكانها. يعودون إلى لفتة مؤقتا أملا بعودة دائمة. عند نبعها تجمعت عدة أجيال من مهجريها، عاشوا يوما كاملا بين أشجارها وبقايا بيوتها وأكلوا من خبزها. في لي صور وأنا صغيرة وبيبي باجي على لفتة، وكبرت وأنا كل سنة إحنا بنيجي أو كل مناسبة بنيجي على لفتة، ولما كبرت صرت أجيب أولادي على لفتة. 2000 درهم كانت مزروعة زيتون. وهذا اللي يعقوب الذي ولد في لفتة قبل النكبة يستحضر تفاصيل البيوت الناجية ولمن تعود ملكية كل منها. بشكل أحدث يحدثهم عن منازل أجدادهم ومن هجر خارج فلسطين. شرد البشر من لفتة، والسبعون بيتا التي نجت من دمار النكبة تنتظرها نكبة هدم مع طرح دائرة أراضي إسرائيل عطاء لبناء نحو 270 وحدة استيطانية على أراضي ومنازل لفتة المهجرة. هذه رد وهي رسالة لأي نوايا ولأي مخطط يستهدف بلدتنا لفتة، سواء بالبناء عليها أو هدم بيوتها أو تغيير ملامحها وهويتها. 40,000 أضحى عدد أهالي لفتة بعد أن كانوا 3,000 قبل النكبة يعيشون في كل مكان إلا فيها. ومع مجيئهم إلى لفتة يقولون إنهم سيتصدون للمخطط الإسرائيلي الذي يستهدف قريتهم المهجرة وسيواصلون زيارتها. عادت الحياة إلى لفتة المهجرة. لم يعد الفلسطينيون الذين هجروا منها عنوة ذات يوم، بل عاد أبناؤهم وأحفادهم
لم ينسوا قريتهم بعد أكثر من 7 عقود، ويحاولون حماية ما تبقى من هذه المنازل التي تسعى إسرائيل إلى هدمها والبناء على أنقاضها. أحمد جردات العربي من قرية رفت المهجرة غرب القدس. أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري لنظيره الإسرائيلي يائير لابيد ضرورة تحريك الجمود الحالي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وصولا إلى إطلاق عملية تفاوضية شاملة، وذلك خلال محادثة هاتفية. المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ أشار إلى أن المحادثة تضمنت تأكيد الوزير شكري على ضرورة الحيلولة دون تصعيد التوتر بين الطرفين، فضلا عن الدفع قدما بجهود إعادة الإعمار والدعم التنموي لسائر أنحاء الأراضي الفلسطينية. تواصل إسرائيل قصفها لأماكن متفرقة من غزة مخلفة أضرارا بما يعيد للأذهان المشاهد الأخيرة. يأتي هذا التصعيد في ظل تحذيرات أطلقتها حركة حماس لإسرائيل من محاولة اختراق وقف إطلاق النار وتغيير قواعد الاشتباك. يحاول محمود مطر إصلاح ما يمكن إصلاحه من أضرار القصف الإسرائيلي على منزله إبان الحرب على غزة. القصف خلف دمارا هائلا في منازل المدنيين والمنشآت الرسمية والخدماتية، وأعاد إلى الأذهان مشاهد الحرب الإسرائيلية قبل عدة أسابيع. صار لأن الباب ولأن كل شيء تكسر، شبابيك والبواب وكل شيء. كل هذا بصير إيش؟ إزاي تقول نار وهبت في الدار كلها؟ دار حتى دار صرف شبابيك ومقعد الحمد لله على الفراش. مع الخابطة الشبابيك القزاز بقعن على الأرض لهم. ما زال تهديد تدمير المنازل قائما طالما أن الحراك السياسي لم يتوصل بعد إلى تثبيت نهائي لوقف إطلاق النار، وما زال القصف الإسرائيلي على أحياء غزة متواصلا وإن كان بشكل متقطع، فيما تواصل حركة حماس تحذيرها لإسرائيل من خرق قواعد الاشتباك الحالية في غزة. نحن نحذر الاحتلال الصهيوني من مغبة مواصلة هذه الحماقة، لأن هذا يعتبر خرقا لاتفاق وقف النار، ولن نسمح بتغيير المعادلة، وعلى الاحتلال أن يتحمل كامل المسؤولية عن حماقته أو استهدافه لأبناء شعبنا الفلسطيني. المقاومة هي التي تحدد أدوات وقواعد الاشتباك مع هذا الاحتلال الصهيوني. وتأتي هذه التطورات في ظل مساعي مصرية حثيثة من أجل تثبيت حالة الهدوء ومنع تفجر الأوضاع مرة أخرى. استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة سيعقد من مهمة الوسطاء في تثبيت هدنة لا زالت توصف بالهشة ما بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة. انضم إلينا من غزة حسام الدجني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة. سيد دجني، فيما تكرار هذا الاعتداء وهذه الهجومات الإسرائيلية على قطاع غزة في الوقت الذي يعني تستمر فيه يفترض الوساطة المصرية في محاولة إيجاد حل لما بعد هذه الحرب الأخيرة؟ يعني الهجمات التي هي بالمناسبة مستمرة منذ فترة على قطاع غزة بأشكال متعددة، وقف أو رفض إسرائيل لدخول الأموال القطرية وإغلاق المعابر هو أحد أشكال هذه الهجمات، ولكن بشكل ناعم، ولكن أضرارها توازي الحرب والعدوان. وأيضا هناك هجمات صاروخية على قطاع غزة، لأن هذه الحكومة، حكومة بنت، تريد أن ترسخ معادلة جديدة تنسجم مع إيديولوجية بنت السياسية والدينية مع الفلسطينيين. ولكن هذه المعادلة في حال استمرت، وهي معاملة البالون كأنه صاروخ وبذلك رد على البلالين الحارقة بصواريخ، هذا يعني أن الأمور قد تنفجر. وأعتقد أن اتصال سامح شكري اليوم هو لإنقاذ تثبيت وقف إطلاق النار الذي رعته مصر وقادته القاهرة، وأيضا بدعم أمريكي وقطري وأممي. لذلك المشهد الآن
يعكس حاله ويعكس نفسه نتيجة أزمة الحكومة الجديدة. بنيامين نتنياهو يتربص بهذه الحكومة، حكومة التناقضات السياسية والأيديولوجية، والتي يراهن أنها ستفشل سواء مع المسار السياسي أو مع المسار العسكري تجاه قطاع غزة، لأنها غير قادرة على اتخاذ أي خطوة. لذلك جاء الاتصال ودعوة لبيد وزير الخارجية الإسرائيلي إلى القاهرة من أجل أن تستكشف القاهرة طبيعة هذه الحكومة، مآلات ومسارات هذه الحكومة، وأيضا إحياء الملف السياسي والتهدئة طويلة الأمد التي ترعاها الأمم المتحدة وترعاها أطراف عديدة من بينها الإدارة الأمريكية، وفوضت القاهرة لأن تقود هذا الدور. لذلك هذه الزيارة مهمة في حال فشلت في ترسيخ وتثبيت وقف إطلاق النار، ليس على قاعدة فقط وقف القتال، بل على قاعدة الذهاب باتجاه مسار سياسي وباتجاه هدنة طويلة الأمد. طيب. وإنهاء الحصار الظالم على قطاع غزة. أعتقد أن الأمور قد تتدحرج إلى مواجهة جديدة. نعم، بالضبط في 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 هذا الصدد، إلى أي مدى تقدر هذه الحكومة الجديدة على خوض حرب مباشرة بعد تسلمها مهامها، وهي التي عانت مخاضا كبيرا حتى تشكلت؟ هو الجدل الآن يدور حول هذه الحكومة وتركيبتها. في حال ذهبت إلى حرب، بالتأكيد سينسحب منصور عباس وهو أحد مكونات هذه الحكومة، وبذلك ستسقط الحكومة. وفي حال ذهبت إلى مسار سياسي وتسوية مع الفلسطينيين برعاية أمريكية أو أممية أو غير ذلك، أيضا ستسقط الحكومة، لأن بها مكون يميني يرفض التنازل، وعلى رأسه بنت رئيس الحكومة الذي يؤمن بأن إسرائيل من بحرها إلى نهرها. لذلك هذه الحكومة لن تعمر طويلا. هذا ما يربك القاهرة، وهذا ما جعل الدبلوماسية الرسمية في مصر لأن تستدعي أو لأن تقدم دعوة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي من أجل أن تضع مقاربة جديدة. ما الذي من أجل تستطيع إذن هذا إذن هذه الوساطة المصرية نحو مواجهة؟ نعم، ما الذي تستطيع هذه الوساطة المصرية الآن إذن بدعوة يائير لبيد إلى القاهرة أن تفعله؟ يعني هل يمكنها أن تنقذ هذه الحكومة بمنطق ما، أم أن مطالب قطاع غزة، مطالب حركة حماس والمقاومة ستثبت بعيدا عن الوجه الذي سيحكم إسرائيل؟ يعني في تقديري أن القاهرة ربما تبحث عن مقاربة يعني ترضي حركة حماس ولو نسبيا، عبر السماح بإدخال الأموال القطرية وفتح المعابر، أي العودة إلى ما قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، معركة سيف القدس. ولكن في تقديري أن من يتطلع على العدوان على معركة سيف القدس ونتائجها هو يطمح بأن ينتهي الاحتلال، فكيف سيقبل بهذه المقاربة؟ ربما تصلح هذه المقاربة لشراء مزيد من الهدوء من أجل الذهاب إلى ملف الإعمار الذي يعكس نفسه على الأرض في قطاع غزة في ظل الواقع الإنساني الصعب للعائلات التي دمرت منازلها. شكرا لك حسام الدجني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة، كنت معنا من غزة.